السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نقوم بعمل درس تعريفي عن طريقة عمل 3D CAD Drawing في بلندر 2.8. إن شاء الله نقوم بتصميم هذا الديزاين. هذا الديزاين هو هذا الترس أو هذا الجير. سوف نقوم بعمل درس تفصيلي عن كيفية رسم هذا الترس من البداية، وحتى عمل 3D CAD Drawing لهذا الترس. نبدأ على بركة الله. إذا عندنا هنا الـ Version 2.0. قمنا بتفعيل السكرين كاست كيز. هنبدأ بـ Circle في التوب فيو. هذه السيركل نمبر اوف فيرتكس هيكون وليكن 48، والراديوس 0.05، القطر وليكن 10 سنتي، والراديوس 5 سنتي. ثم بعد ذلك هنختار وليكن تو فيرتكس، كورسر تو سيلكتد، هنختار نقطة وليكن هكذا. ممكن نختار الأفضل هذه السيركل، نختار Alt R. إذا في سبين ل Alt R، إذا في كراشنج. إذا مع وجود أداة السبين هيكون في number of steps أو الأنجل أولا هيكون 180 ماينس 180 في الاتجاه الآخر، هنختار هذه الفيرتكس وهذه الفيرتكس و Alt M merge at last. إذا أصبح عندنا هذا هو الجزء الأول. ثم بعد ذلك مفترض تكرار هذا الجزء. هتم تكراره 24 مرة. إذا هنحسب 360 على 24، إذا المفترض هنكرر هذا كل 30 درجة، لأن عندنا 360 على 12 ده 4 أجزاء، وعندنا 48، 48 من 4 في 12، فهيتكرر كل 30 درجة. هنختار Shift D. المفترض يكون الكورسر البيفت بوينت تو بي 3D كورسر. ثم بعد ذلك Shift D R Z 30، Shift D R Z 30، R Z 30، Shift R، Shift D R Z 30، Shift R، Shift D R Z 30، Shift R، حتى نكمل الترس. هنختار جميع الأجزاء Alt M by Distance، فإذا Removed 21. أصبح عندنا ده كده عبارة عن جزء منفصل، أو ما فيش أي دوبليكيشن في هذه. ده كده عبارة عن ما فيش أي دوبليكيشن في هذه الأجزاء. ثم بعد ذلك في سيركلز، في 6 سيركلز، كلام سليم. طيب نختار وليكن اكسترود في الاكس. لو بنتكلم عن يكون في دقة في التصميم، ف اكسترود في الاكس ماينس جي في الاكس ماينس 0.015، هنا سنتي ونص. شيفت اس كورسر سيلكتد، هنضيف سيركل، هذه السيركل وليكن 6، نمبر اوف فيرتكس 8 وليكن، وسكيل 0.1، ثم بعد ذلك شيفت سي، ثم بعد ذلك دوبليكيت ار زي 60، شيفت ار،
ثم بعد ذلك في سيركل، إذن add سيركل، هذه السيركل وليكن هتكون مؤقتا، هنستخدم وليكن ستة وأربعين وليكن، وسكيل مرة أخرى. ثم بعد ذلك هيتم توصيل لازم بعد كده بعد ذلك هنقوم بعمل اكسترود في الزي وليكن 2 سنتي ونص، اعتقد ان كافي سيكنس سنتي او اقل من سنتي، فممكن سيكنس 8 ملي. ثم بعد ذلك أعتقد إن هنقوم بعمل اكسترود ل 5 مليمتر، في تفاصيل في الجير، فإذن التفاصيل نختار هذه الإدج و الكورسر يكون في السنتر، وسكيل شيفت زي وليكن إلى هذه المسافة، سكيل في الزي أولا، ثم أصبح عندنا كده الجير، ويعتبر لا يعتبر شبه انتهينا من الجير، لا ينقصنا إلا أن نضيف السبديفيجن سيرفيس ونقوم بإضافة التفاصيل بحيث يكون في شارب ايدجز. الفيبورت هيكون وليكن 3 ورندر 3، كان في طريقة أسهل إن نقوم بعمل موديلنج فقط للربع وليكن هذا الربع ونقوم بتكراره، لكن هذه الطريقة اللي احنا استخدمها أطول من الطريقة السابقة، لكن المهم الفكرة تكون وصلت. وفي هناك عدة طرق لتصميم هذا الجير، ممكن نقوم بعمل ريندر سريع لهذا الجزء.
فإذا هنسيف كفيرجن ثانية، هنضيف بلين، هذا الجير سوف يكون ميتال. البيز كولر وليكن هيكون هذا الكولر، شيفت دي في الاكس، روتيت وليكن هنضيف كاميرا كنترول الت زيرو، لوك كاميرا تو فيو، بما اننا في اي في هنقوم بتغيير الى سايكلز جي بي كومبيوت، البرفورمانس فيكسد 1، السامبلينج وليكن 250، في السين دي نويزنج. لو ذهبنا الى الريندرد تاب، زي كشكل الريندرد تاب بدون اي لايتنج، فاذا ممكن نضيف لايت بوينت افترض هذا عبارة عن بلين، هنضيف مثلا كي لايت من بلين، ثم بعد ذلك في اللايت يكون الضوء مختلف عن الضوء السابق. هنسيف ثم نذهب إلى ريندرد تاب.